ليلة النصف من شعبان. كلمة إحياء مش يعني عبادة معينة عشان تفوز بكنوز الليلة دي، مش مطلوب منك شيء معين تعمله، لكن مطلوب منك لما ربنا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان يلاقي قلبك حي معاه، ما يلاقيكش على معصية، لما يلاقي قلبك بيستقبل رحماته. كده كده هترحم، المهم الواحد يكون متوجه لهذه الرحمات. بعض الناس مواظبة أنها تصلي في هذا اليوم، شيء جميل جدا. بعض الناس بتقوم في مقام الخدمة، تيجي في ليلة النصف من شعبان وتنزل توزع إطعام وتفرج الكروبات. بعض الناس بتختار أن اليوم ده يوم أسري، هقعد مع أهل بيتي وشبعهم مني، كلها عبادات في أعلى المقامات. المهم قلبك ده يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. وأنا هقول لك على ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيهم كده عشان الكل يكون مع الله، لأن مفيش بيننا مشركين. في اتنين محرومين صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث من كنوز ليلة النصف من شعبان، منهم واحد مشرك والتاني قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك، محدش بيننا مشرك الحمد لله، ومشاحن. كلمة مشاحن دي كلمة السر. ناس كتير مننا يبقى مثلا عنده خلاف مع حد، هو مظلوم ومش قادر يسامحه في الفترة دي، فيجي ليلة النصف من شعبان يبقى بيتهم نفسه ان ربنا مش هيغفر له، لانه بيسمي نفسه وهو مظلوم من حد ومش قادر يسامحه، بيسمي نفسه مشاحن. غلط. المشاحن هو من يضمر الإيذاء. يعني انا لو بقى أشاحنك، اي وقت سيرتك تيجي هشتمك في ظهرك عشان أذيك عند الناس. إنها في يوم من الأيام كانت نايمة فبتحسس جنبها كده في الأوضة، ما لقيتش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين بتمد إيديها لقيته ساجد، بس طول قوي في السجود. بتقول: حتى ظننت أنه قبض، حتى حركت إبهامه وهو ساجد فتحرك. فلما خلص الصلاة بتسأله: يعني حضرتك بتطول قوي المرة دي في السجود كده؟ فقال لها: يا عائشة، كلام على فضل الليلة دي بقى، إن الله يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد بحقدهم. خدت بالك يرحم المسترحمين؟ مستغفر يعني يطلب المغفرة، مسترحم يعني إيه؟ مش بس يعني بيدعي بالرحمة، هو بيتعرض لرحمة ربنا. اليوم ده أنا عارف إن ربنا مطلع للعباد عشان يرحمهم ويغفر ليهم، فأنا بستقبل من ربنا بحال من الرضا والسكون والسعادة إن أنا عبد من عباد ربنا سبحانه وتعالى. كنز الثالث بعد كنز المغفرة ثم كنز الرحمة للمستقبل عن الله سبحانه وتعالى من رحمته، تفريج الكروبات والمعافاة من البلاءات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، فإن الله ينزل في مغرب هذا اليوم ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه حتى يطلع الفجر؟ فكل واحد عنده ضيق رزق، كل واحد عنده أزمة وكربة وباب مقفول في وشه، يدعي ربنا سبحانه وتعالى، لأن اليوم ده يوم الرزق الواسع ويوم تفريج الكروبات، بس تعرض لرحمة ربنا وادعي. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر، ولما الصحابة يتكلموا اديهم قلبك وودنك، لأن اتعلموا من سيدنا رسول الله، كان يقول: خمس ليال يستجاب فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، ليلة أول يوم من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد آخر يوم في رمضان، ويوم 9 ذي الحجة بالليل قبل يوم العيد عيد الأضحى. فتخلق بسم الله السلام في هذه الليلة، وانزع من قلبك كل إضمار للإيذاء لو حد مضايقك. ولو حسيت جوه قلبك إنك عايز تأذي حد، افتكر إن رؤيتك للمغفرة في ميزانك يوم القيامة، والرحمة اللي أنت محتاجها في الدنيا من ربنا، والمعافاة من البلاءات، أهم بكتير من إيذاء حد مضايقك. لعل ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع علينا في هذه الليلة يرحمنا جميعا، لأن ما فيش حد فينا من أهل الشحناء أو الحقد.